كان هو في القهوة مع جلسة العروق ما تخدمش الجمعة ضروري عندنا الجمعة ها؟ جوج كومبات في نهار واحد جوج كومبات جوج كومبات وحدة في العشرة وكمالة في الخمسة عطيني انت نفكر انا بحال هكا ما بغيتش نهار الجمعة بالجمعة كل جمعة غير المسلمين واش تمشي للكوميساريه ديال الملاح جديد تنقول لهم الله يجازيكم بخير عندي طلب واحد اذا نفتوه لي ربحتوني تيقول لي شنو هو تنقول له غادي تمشي غير لقرتي فين انا وياه ساكنين ولا لقيتي العيب مني انا مصدر مني داك الشيء جاي انا دابا عندي حكم عليا بعشره ولكن الا لقيتوها هي اللي دايره معايا هاد المشاكل المشاكل مع خليك معايا خليك معايا خليك معايا حنا غنمشيو الان على المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في أمسيتكم سعيدة مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس حتى الزلزال ما خلعهمش أو ما خافوش منه هاد الواقعة اللي غادي تكون معنا الليلة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في أبطالها هاد الناس اللي ليلة الزلزال الوقت اللي الناس خايفين وهربانين وكيجريو ويقولوا اعتق الوليدات اعتق راسك بعد من المباني بعد من الحيوط هاد الناس هاد السيدة اللي أمامنا تعرضت لهجوم بالزرواطة وبالعصا ومن من طرف راجل جارتها نعم سيدة تتهم جارها بأنه هجم عليها ليلة الزلزال بزرواطة وفرشخ لها راسها ومضاضرها ومن اللي غيبت طاح حداها حتى هو على أساس راه مضروب وتؤكد مهربة ولادي خايفة من الزلزال حتى عطاني بهراوة للراس حيت مراتو كانت عمرو عليا هادي حرب النساء ودخلوا فيها الرجال تاهما كيأديو الثمن اختي غادي نبغيو نعرفوا شنو وقع ديك الليله علاش وصلتوا لهذا الشيء كامل السلام عليكم السيدي عاد اخويا عاد الليله ديال الزلزال خرجت هربانه انا والوليدات من الدار من حجه ديك الهزه الارضيه انا خرجت على برا مع الوليدات تتنسمعوا المراه تتخسر الهضره تتخسر الهضره بشي كلام طايح انا ما كسحبنيش معايا حنا فايت بيناتنا المشاكل ولا اني بيناتنا القضاء عندنا داكشي في القضاء يعني كان نتمنى ان داكشي ياخذ القضاء المجرى ديالو انا هربانه مع وليد تهزات الارض هربت انا ووليداتي على برا كنت في الدار هربت انا ووليداتي على برا ما لابسين حوايج كما عارف الناس فاش تخرجوا الجيران خرج كل شيء واقفين حتى تنسمعوا المراه تتخسر الهضره انا النوبه الاولى ما كتحبنيش معايا شويه انا راجعه باش نلبس الجلابه ديالي وهي جات طارت عليا تتقول لي والله تندخلك للحبس والله عندي الوجوع تندخلك للحبس والله تيهزوك بالمينوط من دارك هو الراجل ديالها دخلها وبقات يتحلف فيا تيقول لي والله لا بقات فيك والله حتى ندخلك للحبس وضربني بركله انا فاش ضربني بركله صافي حتيت بالحقره حتيت بسميتو دخلت لبس جلابتي خارجه باش نمشي للكوميساريه نديكلار انا مع خرجت مع الدرب لقيتهم هما الاولين سابقيني فاش داروا على الدوره ديال الدرب تفرقوا المراه ولات هي الاولى والراجل تابقها قبطتني المراه كرزات عليا وتتعيط له تتغوت تتعيط له فاش جات يجري جا يهز واحد الزرواطه قدام قداش عطاني بها للرجلين تيضربني بحال تيضرب شي راجل وهي تضربني الراسي تيتعدى عليا بحال تقول غادي هاكاك تيضرب عرفتي على حر جهدو تيهز ديك العصيه حتى للسما وتيعطيني بحال تقول ما عرفت عرفتي الحومه كامله كانت خارجه من الزلزال كل شيء هربان كل شيء تيقول الله من هذا من كان الراجل تيضرب مراه الله من هذا من كارو الليله الزلزال في وسط احياء شعبيه هما كان همهم انهم يقبطوا يعطوني قتله داك الليله انا حتى غيب
داك الليله بالضبط. المهم انا ما نويتوش غادي يضربني، والله ما نويتو غادي يضربني. فاش جيت يجري هاد العصا قلت انا راه غير غادي تهديد، ولا اني بقات ينزل عليا صافي غيبت. ضربني في خدي على الجهه ديال اليسر، وكمل لي في الركبه على الجهه اليمين، حتى تقسمات هذيك العصيه على جوج، تهرتات على جوج، طرف طاح في الارض وطرف بقى له في يديه. منين دار هذاك منين ضربني طاح حتى هو في الارض. انا المهم طحت واحد اللحظه وبالحر ديال داك الضرب وقفت وعاود وليت طحت. صافي غيبت غيبت حتى جات غيبت حتى جات لامبيلونس جاتني. عيط هو حتى هو طايح تما. لا هو فين سميتو حتى هو طاح، بان زعما راه هو من حيت شاف راسو ضربني حتى هو طاح. صافي عيا هو ناعس في الارض، عيطوا الجيران على الراجل ديالي، عيطوا على الوالد ديالي واختي. عيا هو ناعس في الارض، هزوه ولاد الحومه دخلوه للدار. هادشي اللي عاودت لي الاخت ديالي. منين هزاتني انا لومبيلونس وطلعت لمحمد الخامس، داروا لي ليسوان في راسي، ضربوا لي شي باري داكشي. توقت كانت ضرباتني ما عرف، كانت هي تضربني لحقاش هو هو كان تيضربني بديك العصيه وهي تضربني لراسي. انا ما عرفتش، انا بعدا ما عرفت شنو كان واقع ليا، والله ما عرف حتى راسي. فاش حنا خارجين من محمد الخامس، حنا خارجين من الطبيب وهو طالع كله دمايات، كله دمايات. الراجل اللي ضربني طلع كله دمايات، ضرب راسو. ضرب راسو وخلط علينا. المهم انا التجأت للقضاء، مشيت للكوميسار، مشيت درت شكايه عند وكيل المالي، مشينا للكوميساريه درنا داك الشكايه، قدمت لهم الصور الشهود. الناس كانوا تيجيو مساكن يشوفوني، اللي تيجيو يشوفوني تيجيبوا لي فوتوكوبيات ديال لاكارت ديالهم، تيقولوا لي حنا مستعدين نشهدوا معاك. راه 10 ديال الناس عندي هنا لحقت كل جوره 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 بيناتنا. ربي وسع على تبع جار كانت جارتنا. نعم مشاهدينا كنعتذروا على المقاطعه. نعم كملي اختي. كنا جيران بيناتنا، تيوقعوا لها مشاكل مع راجلها، تندخل تنفكها تنتعامل معاها، تجي لعندي تنتعامل معاها. المهم السيده ماشي طبيعيه، السيده اصلا الراجل ديالها تيقول لنا راه المراه عندي تداوى عند الطبيب النفساني وتاخذ الدواء. الحمد لله سكتة، تجي لعندي تنتعاملوا معاها. هاد اي تعامل هاد. من بعد السيده ولات تتصرف تصرفات غير طبيعيه. صافي وليت باغا نقبط من عندها التيقار، وليت باغا نقبط منها التيقار، ما عجبهاش الحال. صافي ملي قلت لها التيقار ولات تتمشي تديكلاري بيا، تتصيفط لي السبان والمعيار في التليفون ديال الراجل. واحد المره استفزتني استفزتني بداك السبان والمعيار اللي تصيفط لي، رديت عليها، هزات هذوك الاوديوات ومشات ديكلارات بيا في الكوميساريه. المهم هي السيده تتكذب، سواء هضرت معاها ولا ما هضرتش معاها تتمشي ديكلاري بيا في الكوميساريه. حكمت المحكمه لصالحها. صافي رضينا بحكم الله سبحانه وتعالى. صافي قلنا اللهم لك الحمد. طغات عليا من مور الحكم، طغات عليا. كل جمعه خصنا ندوزو بالسبان ونرجعو بالسبان. الوليدات مساكن تيخرجو، ما تتخلي لهمش، نخوي عليكم المالقاطع، السبان يا ولاد العورة ما تتخلي لهمش بالمعيار. ما بغى تسالى داكشي، نسى مشى الخير، مشى كلشي، مشى بحال ما عمرنا تعرفنا، بحال ما. ويا ريت تكون هي دابا بنادم شد التقار ديالو وخلاها في صورة حسنة. دابا وصلت الخايبه كاع، ما بقاش فيها كاع صوره حسن. تنقول انا دابا تنعل الشيطان، دابا تشهد شي اللي كدير تقول لي نعل الشيطان على وجه واحد. النهار كنا جيران وكنا وكنا معارفين مع بعضياتنا. اجي معايا خويا بغيت نسولك، الزوج ديال اختي عادل هذا هو دابا هذا هو اللي متهم انه ضرب راجلها. وفرشخو وفرشخو باش كان اللي حاضر هو ما كانش.
ما كانش داك الليله، ما كانش داك الليله هو اصلا، ما كان الليله ديال الجلجل ما كانش حتى هو نهار الجمعه تيكون روبو تيمشي مع صحابو تيتقهوى. ماشي اخويا اليوم احنا ولينا في محامين ولا في محكمه ولينا شويه مقابل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هذوك الناس اخويا الناس خايبين، هذوك الناس عينا ما نتعاملوا معاهم، عينا ما نديروا معاهم مزيان، ما بغاو يروحوا للجوره، ما بغاو يروحوا للطعام. انت اخويا معايا؟ هذوك الناس ما تيراحوش للجوره وما تيراحوش للطعام. واش نتوما تنهضر معاك تنقول لك السيد الله يجزيك على خير، هضر معاه ما تقبطها، تيقول لي اخويا عادي انا ما بيني وبينك والو، تنقول لك الا ما كنتش انت تقول لي ما بيني وبينك والو، تنقول لك اخويا وقف تمرقد. السيده ديالي انا بعيده عليك، حتى ولينا في الكراهيه، حتى ولينا في الدينجي، حتى ولينا في الكلب عليك. واحد النهار اقسم بالله الى النهار تيخسر الهضره مع المراه، والله ما بغيت ندير عينيك. واحد اخر اقسم بالله تيقتل على ذاك الكلام اللي كاين، ماشي حشومه ورغم ذلك تنقول ماشي غير حشومه حشومه. واحد النهار اخويا صاحبي صاحبي الزوجه كنعيط لك من الطرف الابيض، تجيك انت كامره مضروبه بالعصا خويا في الثغر ديالها انت خويا، الله يسامحك. خديتيهم اخويا وهي باش تعرف اللي كاين. سمح لي اخويا، وهذا هو اللي كاين. الحضره راه عين الانسان باش يجر الوقيفه ديال الزنزه اللي الناس تقول باش تصبح ولا ما تصبحش، واش غادي تقول شي حاجه وانت يا وارتي راه العفو. لا صاحبي انا عندي جوج وليدات حيت تنقول يا ربي شنو واقع لهم هذوك الوليدات، وتنفكر في كل شيء. ولكن في اللحظه باش نجيو تلقى المراه ديالك طايحه ولا بيلونس وبشهادة طبية وبالشهادة ديالها والقانون ديالها وخايب لي بناتهم تيطو حدايا وخياك، ماشي حشومة. شنو زعما أنا تنطلب حق مرتي، ما تنطلب شي حاجة أخرى، تنطلب غير الحق. الراجل من يضرب المرأة خصو يتربى، هادشي اللي تنعرف أنايا. يعني بنيت غادي نشوفو أنايا حدايا تيطو شنو غادي نعاودو لك الناس. جيت اخويا قالوا لي المراه تازغ، عاودوا لي بان شنو كاين، وعندي الدلائل وعندي الشهود وعندي الحومه على كملها بان هاد السيده هادي متعديه لا هي لا الراجل ديالها. انا تنطلب غير واش هاد الناس هادو شنو زعما بغاو عندي، ما بغاو ما نعرف، انا بعيد عليهم على كل البعد. هي كنت تنتعامل معاك ملي كنت ندخلك عند الراجل ديالكم هي غضبانه منه، تنقول ماشي مشكل عاود لي انا مازال ما تنعرف عليك والو، ولكن باش تولي تديري معنا المشاكل تخسري الهضره معنا راه عيب. شوف هادشي راه ما تيبغي الا الله، لا الحبيب ولا الحاج، وحده تنطلب حق مرت. لا واش هادشي نورمال؟ هادشي هذا السيده هادي باش واش منطقي؟ هادشي ما منطقي، ما عيب كاع هادشي هذا حشوم. هادشي هذا ديال العيالات ماشي ديال الرجال. الا كان انايا واحد مدري بقايين يهز العصا، وهادشي هذا راه عنده مشكل مع واحد السيده ها خويا واقع لي تا هو المشكل. وعلاش هادشي هذا ما كنقولش؟ دابا انت مرضك تاع مرك على جار على جار على جار عيب حشوم. انا عندي المراه اصلا الا جيتي للحومه ولا اي واحد الحومه تقول لي يا عم الله ترى ديك السيده معقوله، انا اصلا ما كنعرفش انا ما سمحني تنقل انت كلشي ولا خلي معاهم عليا. اقسم لك بالله الا شحال من الطريق تنغب عليها الراجل ديال هذيك السيده، ودائما تتصل الهضره مع ولادي ولا تصور تقول لي تصلي وانت تقول لي بوعي في الدرج تنزل عليهم وتتحول لنا ولاداتي يعني يبغيو يخرجوا عليا على الدرب باش يبغيو يلعبوا بحال هكا في الكره وتيبغيو بحال هكا. اقسم بالله الا تيتجري عليهم وكتحولهم لما بقوة الحسد اللي عطاها الله انا شنو وانا العفو لا صح، ولكن المشكل الكبير هو اللي تنقول انا حاجه وحده حق اسرائيل ما تجيش تشوف انا على مرتي وانا درنا جوج شكايات ودرنا شهاده طبيه والشهود موثقين، الشهود فوتوكوبيه بلا كاكا وما يعرفوش العرار معناه يدير فوتوكوبيه بلا كاكا وبنادم تيولي تيزيد يهدد المراه دابا حاليا بحال يهددها. يعني شنو بغيتي نديرو مع هاد السيد؟ الصوت مزيان الاخوان، عطيونا اشاره، عطيونا اشاره عافاكم. واش الصوت مزيان؟ الصوت مزيان؟ يعني الامور باش توصل حتى لهاد الدرجه ممكن انه نقولوا كاع يعني النساء مع بعضياتهم. خلي عندك ميكرو خويا، نقولوا انه هاد يعني وقع المشكل ولا كاين يعني نقولوا المشكل ما بين، ولكن الرجال نتلاقاو مع بعضياتنا قادو حتى مولا قال انا مولا قال سير انت كما كنقولوا دوي مع مرتك ولا اخر دوي مع مراته بعد من التقار مزيان. شوف اخويا نعم بالله الاله
الا قبضتو ماشي خطره ماشي جوج وتنهضر معاه وراه الله، وقبطوا فيديو تنجيبو هذاك الفيديو نجيبو في التليفون بان بالاعتراف ديالو. قلت له اجي نقول لك، تيقول لي شنو؟ تنقول له لحقاش هو كان وقع بروبليم المره ديالو مع المره ديالي باش عيب السب قبطها. انا قبضتو بداك الفيديو اللي تيعترف على راسو عيت يكذب. شنو تيقول لك بانني؟ تجي نقول لك واش كاين؟ شكرا. فهمتي اخويا؟ تنقول له واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ واش كان تترغب على واش كاين هذا الشيء؟ وهو تيعترف كل شيء، كاين جوج دلائل عليه، كاين بالهضره تيعترف بان هذا شنو دار وهذا شنو دار وهذا شنو دار وهذا شنو دار، هنا كاين هذا الشيء. شوف نورمال، شوف اخويا عادل، نورمال شنو هو؟ غيوقف سي عادل، غيوقف الشريف الاخر، تجي انت عند شريفه حبسوا عليا هذا الباب، سدي انت عليك بابك، سالينا. قبضتو هضرت معاه بالانسانيه، كنت دابا راجل ونشهد عليه الرجال ونوقفوا المسائل عند حدها. وتصور نهار اللي تزاد بالثانويه في نهار واحد جوج كومبات، واحد السيد هو نهار واحد شي في نهار واحد جوج كومبات وواحد السيد هنا كيفاش جوج كومبات؟ سمعني، جوج دابزنا جوج مديبزي في النهار، نهار واحد نهار واحد جوج كومبات دابزنا، اه وحده في الصباح وحده في العشيه. سالين السيد هنايا جاري، اقسم لك بالله العلي العظيم الى دار فيها في الكاميرا عنده في الدار وشاف فيها وخرج وقال لها هادشي اللي درتي راه حشومه، راه الولد ديالك هو اللي داير هاد البروبليم هذا. هي ماشي حشومه ماشي عيب، تنصدقوا شي نهار الله يستر شي واحد فينا غادي تطلب هاد المشاكل هادي خايبه. اه هذا خصو يحل اخويا. نعم فهمتيني، هذا خصو يحل. هذا هو اللي كاين يعني، باش ما نبقاوش حنا دائما تنتبرزطوا. انا راه ما باغيش المشاكل. والانسان ضارب مع لقمه العيش السي عادل، الناس كتجيب لوليداتها ما تاكل. راه زمان الغلاء، زمان اللي خاصك تجري تفيق تخدم 28 ساعه ماشي 24 ساعه يا ربي، غير تغطي مصاريفك. وبنادم الا تيتكافى مع وليداته مع راسو عاد غيتكافى مع المشاكل. لا حنا المشاكل ما تنقلبوش عليها اصلا. انايا لقيتي فين خدام، تنخدم مع الناس مزيانين، عندي اصدقاء مزيانين، ولكن باش النهار ديال الوقفه ديال الزنزال باش انا نجي ونسمع مرتي انا في محمد الخالد وليل الزلزال يا صاحبي، وتنقول يا حافظ يا السلمح واحد نوصل انا ولا ما نوصلش؟ الله العظيم يعني انا في محمد الخامس ولا الى لوكسي يجي مضروبه في الراس، راه وراتك تصور ما اه راه وراتني التصويره ديال الراس ديالها. ماشي عيب مضروبه في الخضار، واحد يحط راسو بلاصتي انا يشوف اش غادي يحس. الا كان شي واحد الا ما تيتزعزعش، اما الا كان راس الغرا والله تيقتل عليا. ولا كان عندي الفرد وديك الحضر نقتل مع على بنادم. علاش؟ لحقاش متعدي لي على المراه ديالي، وماشي خطره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 10 تنزوجو بنادم يحضر عقلو. وليداتنا الله يجازيك بخير، تشد مرتك علينا تا ولينا بالسيف وتخسر معنا الهضره، وهاش شنو هذوك ماشي حشومه. وعندي الشهود، عندي الحومه يصيفطوا لي عي وعد في الحومه يسول عليا انا ويسول عليه هو. واخا هاد الشهود تقدموا معاكم، دزتو في شي جلسه مازال؟ دزتو في شي جلسه ولا مازال؟ شي المشكل الكبير اللي تصدر نهار اللي تضربات لي المراه ديالي انا بعدا بالليل، ولا قلت لي بعدا اللي مشيت للكوميساريه حتى شي واحد ما هضر معايا، ما حتى شي واحد ما كلمني. دزتو في التقديم؟ دزتو في تقدمتو ولا مازال؟ مازال ما تقدمتش. كاين لا تقديم؟ ما كاين لا تقديم. لا جلسه لا حتى حاجه؟ ما كاين. فين وصلت القضيه؟ مازال في المحكمه فاش مشينا للكوميساريه. قالك مشى الملف للمحكمه؟ فاش مشينا للكوميساريه قالوا لي راه الملف مشى للمحكمه، عطاني رقم الملف قالوا لي سيري قلبي عليه في المحكمه. مشيت للمحكمه إيه؟ قلبت تيقولوا لي راه مجال ما وصلش، مجال ما كانش. المحكمه قالك باقي ما وصلش. واخا شنو الطلب ديالكم اليوم وشنو نداءكم؟ شنو يعني هادشي كما كنقولوا هادشي ما مصلحتكم لا نتوما لا هما. الان دابا كما استمعنا لكم نتوما كطرف اول، فللطرف الثاني حق الرد طبعا المكفول قانونا. حقهم حتى هما يجاوبوا على هاد الاتهامات وعلى هاد الكلام اللي كتقولوا، ولكن كما كنقولوا شنو هو نداءكم الان وشنو هي رسالتكم؟ لانه زعما هادشي زعما كما قلتي العفو، هادشي ما مقبولش. اي في هاد الزمان الناس باقا مضاربه مع هادشي زعما لا حول. تصور البنيه ديالي الا خرجت ولقاتها واقفه في الباب وانا غادي نخرج، تجي تقول لي ما تخرجيش يا ماما ما تخرجيش، راه هي واقفه في الباب ما تخرجيش. هذه بنت هذه بنيه عندها 24 ولات تخاف من المشاكل. وتصور انت داك الليله اللي خويا كاري هنا كاري كاري خويا بدل اخويا كاع الحومه مالك انت؟ خويا جاي حدا الوالدين غد... آه. مع الناس نقيين وجاي مع بزاف خويا كاع راه قال لك راه كتقلب على الجار قبل من الدار. هما حنايا راه خدامين فيهم هما هو اللي غيحصلوه. هما حنايا الحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل مع الناس، شعبيين مع ولاد الشعب وعايشين معاهم. ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد، مع الشعب وإنما الحضره حشومه.
ماشي اللي تنطلب انايا، تنطلب حاجه وحده هي الحكره اللي عشوه مول الدار حتى هو الله يعمرها. سيدي عمار ياك خويا كنت واجد بسيدي عمار؟ نعم. الجيره اللي فوق مني الله يعمرها، الجيره اللي حدايا كاملين انا ما عمرني دبجت مع شي واحد. هادو اللي قراب لك يعني كام؟ هادو اللي قرابين ولا اللي في الحومه على برا ما عمرنا دبجنا مع شي واحد، ولا عمر شي واحد دبج معنا ولا ايوا كيطرى لكم فين؟ لا ادينا السيد هذا حذر وتيقول لك وتيختار فرق شي واحد عنده قال لك انا عندي تيقول لك عندي الوجوه اللي غادي عندي الوجوه الجري حتى تعيا يا ما غاديش. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، فهذه يعني كما كنقولوا حق الجار على جار، وتربينا في الحومات الشعبيه واللي كنتواجدوا باعرق احياء مدينه مكناس واللي هو السيدي عمر الحسيني، ومن اقدم احياء مدينه مكناس تاريخيه كذلك، اللي الجوره فيه كما كنقولوا كتقرى، الجوره في هذه المنطقه كتقرى لهنا ولا في عدد من مناطق المدينه العتيقه هنا في مدينه مكناس. نعم راه كان الاقتراح، ولكن سمعت الاخ ولا الاخت اللي قال بدل الحومه خير من صداع، كما سمعنا الان كيقول لك انه لقى يعني قرب والديه، قرب مجموعه ديال الناس، الحومه كامله مزيانه، فالله يدير الخير، هذا ما نتمناه كما قلنا. فالجوره هنا وحق الجار على جارو كما كنشوفوها في عدد من الاحداث اللي كنعيشوها، الاحداث الاجتماعيه اللي كنعيشوها رفقه ساكنه العاصمه الاسماعيليه، لا هنا لا في حي برج مولاي عمر ولا في المدينه القديمه ولا في مجموعه من الاحياء خصوصا الاحياء الشعبيه ولا في عين سلوقي. واحد الجوره اللي صراحه نقدر نقول انها ما بقاتش في بعض المدن الكبرى ولا في بعض الاحياء اللي كتعتبر راسها انها راقيه وكذا، لانه هنا باقى الطيبوبه، باقي التضامن، باقي بابي محلول في بابك، باقي نتبادلوا الكاطو، نتبادلوا السمان، نتبادلوا السلو، يعني باقي داكشي ديال الخير، باقى البركه، باقي داك العوين، ما عندكش انت عاونيني، وهادشي الحمد لله ما غريبش على المغاربه. لكن اليوم الامور كما كنقولوا خرجات عن حدها، وصلنا لمرحلة التقار، وصلنا لديك المرحلة ديال كل يشد أموره عنده، لأنه ملي كيولي خطر عليا ولا عليك ولا غادي نضروا بعضياتنا، هنا ما بقاش كتنتهي الحرية ديالك عند بداية الحرية ديالي، ياك أسيدي عادل. فالآن مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كنتمناو أنهم الله يبرد ما كاين، وكنتمناو يدخلوا الناس اللي ممكن انهم يبردوا هذا الشيء. السيده كتقول لك انه حتى نضاد راه هما مهرسين امامنا، تكرفصات ليله الزلزال اللي هي ليله اللي عاشوها المغاربه كاملين بواحد الهول وواحد الرعب، اللي صراحه فرق الناس اللي باقى لحد الان عايشه التاثيرات ديال ديك الليله ديال الزلزال، اللي جا السكر، اللي الطونسيون، اللي كاين اللي باقي يعني فوبي ركباتو من هذيك الليله، فما ساهلش داك الشيء اللي داز. كنتمناو من الله انه الان القضيه معروضه على القضاء، كاينه شكايه في هذا الباب، وراتها لنا السيده، معروضه على النيابه العامه واللي عطات فيها التعليمات ديالها. طبعا كنتمناو اخذ المتعين، وكذلك يعني نعرفوا شنو الجهات المعنيه والجهات المختصه تعرف اشنو الخلفيات وشنو ملابسات هذه الواقعه هذه، اللي اليوم هذه السيده كانت عندها شهاده طبيه فيها 21 يوم مده العجز، وصور كذلك توثق لهذاك العنف او التعنيف اللي تعرضت ليه من طرف هذه السيده، زائد كذلك 10 ديال نسخ ديال البطائق التعريف الوطنيه ديال الشهود اللي باغين يشهدوا لها على هذا الشيء اللي وقع. فكنتمناو انه تكون تفاعل ايجابي ان شاء الله مع النداء ديال هذه الاسره، اللي كنتمناو هذا الشيء يعني احنا كما قال سي عادل دابا يعني مساليينش باش نضاربوا، مضاربين مع الزمان، مضاربين مع الزمان، باغينا نعيشوا ونربي وليداتنا مزيان ونوليو نتجاراو هالمحكمه، جيب العون، جيب المحامي، دير لي اش دخلك في هذا المسلسل؟ اش دخلك انت كاع في هذا السيناريوهات اللي انت كما كنقولوا بعيد ممكن انه الانسان، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني بنادم في هذا الزمان تيطيب زعيم مع طرد الخبز، يعني الا تجاب التعادل مع هذه الوقيته هذه حمد الله ويشكره. التعادل الا جاب. عاد غادي نهزوا واحد الكفن خريب عاوتاني غادي نتلاو فيه المشاكل، هذاك الشيء راه فيه الصداع والمساكين. نعم. حنا عيب ديال الكراعي، حنا خصنا غير التقار وكون غير كان التقار، التقار كون الانسان شد التقار ديالو. تيجيب الله الصدر. تيجيب الله الصدر. نقبطوه حتى حنا ونديروا معاه شي حاجه خايبه، ولكن اش غنستافدوا؟ اش غتستافدوا؟ شي حاجه. هما القانون كاين.
ياخذ لي حقي وتنطلب حقي هادشي اللي تنطلب. قانون فوق الجميع. وطبعا اللي ما غاديش كما كنقولوا اللي ما غاديش يلتزم ولا اللي ما غاديش يلتزم القانون فراه كاين قضاء اللي غادي يوقف كل واحد عند حده. يا انت اللي ظالم يا هو اللي ظالم. اللي ظالم راه غادي ياخذ الجزاء ديالو طبعا وطبقا للقانون. هادشي اللي تنطلب حنا ماشي بغابة. وهادشي هذا من الاساس يعني بنادم يحط راسو في بلاصه هاد السيد اللي تيهضر وشوف باش غادي يحس باش تشوف انت المراه ديالك. ما غيبغيها حتى واحد. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه بنادم تيموت على بلادو ولا على ولادو وعاش محمد السادس. الله ينصر سيدنا. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي ما بقى لي إلا نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه للطرف الثاني اللي هو الجيران ديال هاد الناس حق الرد المكفول قانونا للرد على هاد الاتهامات وهاد الكلام اللي موجه في حقهم. طبعا أشكركم. كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من العاصمة الإسماعيلية مكناسة. إلى اللقاء. الله يدير الخير.